السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم أخوتي غادي تكون جولة ليلية في مدينة بركان. راني بالضبط قدام لاصال ديال الرابحي، ديك الطريق اللي كاينة بالقرب من حي المعلمين وبالقرب من طريق ديال يعني من تكون جاي بوجدة ولا بأحفير ولا بالرقادة في المدخل ديال مدينة بركان. غادي نمشيو مع ديك الطريق اللي صراحة عندها واحد الشكل واعر تبارك الله، اللي كتفوت على الطرف ديال حي الأمل اللي هو حي المعلمين، تفوت على الطرف ديال تيورار، ديال مجموعة ديال الأحياء الأخرى اللي كاينة في هذه البلاصة، حي الصديق، كاين أيضا الكرابة، المهم بزاف ديال الأحياء. عندنا إن شاء الله تكون واحد الجولة في مدينة بركان، تشوفوا معنا الأجواء الليلية كي دايرة. ما نطولش عليكم بزاف، نتمنى لكم فرجة ممتعة. الطريق اللي غادي نمشيو معها خوتي هي هادي، كما قلت لكم راني اون فاس لاصال ديال الرابحي. غادي نمشيو معها الطريق نيشان حتى نوصلوا تقريبا لديك الطريق اللي كتهود مع فرياض، غادي نهودوا معها. شوفوا معنا الاجواء كي دايره في مدينه بركان، ولا ربما غادي نمشيو حتى لشارع فلسطين احسن. غادي نمشيو ديريكت مع الطريق تنوصلوا لشارع فلسطين اللي كيجي من الحي ديال الوداديه والاحياء اللي كاينين في ديك الجهه. الساعه راها 9 بالضبط، 9 ديال الليل. كما راكم عارفين مدينه بركان هي واحد المدينه هادئه ليلا، ما كتكونش فيها الحركه كبيره في الليل، كتكون الحركه تقريبا في المقاهي. بعض المقاهي كيبقاو يعني يبقاو خدامين في الليل، بالخصوص اليوم مع كاينين المباريات ديال الكاس ديال امم افريقيا، يعني بزاف ديال الناس اللي كيمشيو للقهوه باش يتفرجوا. اذا اخوتي الحي اللي جاي على اليسر ديالنا هو حي الصديق. كانوا بزاف ديال الناس شحال من مره يقولوا لي ديرنا جوله في حي الصديق، وكنا ديجا درنا بعض الجولات في هذه الجهه. تحيه للناس اللي ساكنين في حي الصديق ولا اللي كاين في خارج المغرب وعنده العائلة هنا في حي الصديق، تحياتي لكم. تحية أيضا الناس ديال المكتب، المكتب هو اللي كاين في اليمن ديالنا، وهذا منا يبدا المكتب. وكاين أيضا الحي ديال الكرابة هو اللي جاي من مور المكتب. إذا هذه هي الأحياء اللي كاينة في هذه البلاصة. وطبعا في اليسر كاينة المحال والودادية، حتى هما كاينين في هذه البلاصة. كما تلاحظوا الخوت هنا كان مجموعة ديال العمارات، يعني هذه البلاصة الصراحة بدات تحرك. كاين مجموعة ديال الكراجات اللي دايرينهم على حساب المحلات، على حساب الكرية ديال المحلات. غادي تبدا تحرك الدعوة هنا أكثر وأكثر، يعني كل مرة غالبا غادي يبقاو يتزادوا محلات، سواء حوانت اللي يبيعوا السلعة، المهم بزاف ديال الحوايج. هاد البلاصة غادي تولي تجارية مستقبلا، لأن راكم شفتوا الطريق زينة مضوية مخيرة، القدرون هو هذاك، كاين العمارات، كاين الكراجات لتحت، المهم الدعوة محركة. إذا أخوتي ما نطولش عليكم بزاف، غادي نهودوا مع شارع فلسطين ونشاركوا معكم الأجواء الليلية في مدينة بركان. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناة أدعوكم للاشتراك، بارطاجيو هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، ضغطوا على زر الإعجاب، كتبوا لنا شي كومنتير، وهذا الشيء كيدعمنا باش أننا نزيدوا نقدموا المزيد من الفيديوهات. نتمنى لكم فرجة ممتعة. هي الطحطاحة في الليل، كما شفتوا معنا في واحد الفيديو قبل، انتوا شفتوا معايا الطحطاحة في الصباح كي كانت، وحتى في الليل باقية عاد تباع الفواكه، تباعوا الخضرة، كيبان لي التشيل، البنان. هنا كاينة ديك الجلدة ديال الطحطاحة اللي الاسم ديالها ساحة المسيرة الخضراء، هي اللي كاينة في اليسر ديالنا. وطبعا في اليسر كاين الحي ديال الأندلس. هي غادي ندير واحد التوقف خفيف في هاد الدورة اللي هنا على اليسر. ها
هذا الحي اللي هنا هو حي الأندلس، واحد من الأحياء القديمة والمعروفة في مدينة بلكان. هنا كاينة الحركة في هذه البلاصة، كاين واحد القهوة، كاين واحد شي واحد كيدير الماكلة، كاين أيضا واحد معروف يبيع اللبن، يبيع الرايب، الحليب، راه معروف في بلكان. نديرو شي فطور خفيف هنا عادو نكملو. مرحبا بكم من جديد. اذا اخوتي نكملوا الجوله ديالنا. اللي قال لي هاد الدار اللي في اليسر ديال من شكون اللي كان ساكن فيها؟ نعرفو بركاني ونعرفها بركانيه ديال بصح. يلا قولوا لي في التعليقات ديك الدار اللي فتنا عليها في اليسر شكون اللي كان ساكن فيها. هاد السيد راه مات الله يرحمه، راه معروف، واحد من الناس اللي معروفين في بركان والسميات المعروفين في بركان. غادي نولي على طريقي. يا خوتي غادي نوليو على هاد الطريق. نعاود نذكركم هاد الدار هادي مور هاد الشجرات، هاد الكراج اللي راه يبان لكم، هاد الدار اللي راه هنا في اليمن شكون اللي كان ساكن فيها. هنا الخوت هاد البلاصه اللي في اليمن ديالي راك تشوف واحد البنايه راه تبنى تماك، راه الدار دار الشباب، كانت دار الشباب قديمه تما في ديك البلاصه. وتما هذيك البلاصه فين كان داك المرشي القديم اللي ما بقاش، اللي دارت بلاصتو ديك الجرده ديال التحتاحه. اذا راهم يبنيو دار الشباب ولكن على ما اظن كبيره، يعني ماشي بحال ديك اللي كانت قبل، ولكن لحد الان مازال عاد ما كملتش. غادي نمشيو هنا على اليسار باش ما نوليوش على نفس الطريق. اذا نمشيو مع هذا الطريق هنا على اليسار. اذا نخليكم تكملوا معنا هذا الفيديو. الا كان عندكم شي اقتراحات الفيديوهات الجايين، شي بلاصه بغيتو نمشيو لها، شي بلاصه بغيتو نديرو فيها فيديو، شي حي من الاحياء ديال مدينه بركان ولا شارع من الشوارع ديال بركان، قولوا لنا الاسم ولا البلاصه بالضبط فين جايه، وان شاء الله في اقرب وقت نحاول ندير ذاك الفيديو. اذا نخليكم تستمتعوا معنا بهذا الفيديو، نتمنى لكم فرجه ممتعه. Thank you.
Thank you.